السلام عليكم، شلونكم شباب؟ أغلب الناس اللي تحاول تسوي ريجيم توصل لمرحلة معينة وبعد جسمها يقوم ما يستجاب. ليش؟ لأنه ما فاهم الغذاء الصحي والمنظومة الغذائية بشكل مضبوط. أكو أنواع من الأكل إحنا ندخله نعتبره أو سامعين أو احتمال قارين كمعلومات طفيفة عنه إنه هاي الأكلات تعطينا مجموعة من الفيتامينات ومن المعادن اللي راح تفيدنا وراح تقوينا، وبنفس الوقت هاي الأكلات هي صالحة للرجيم. احنا فاهمين بس المكون الأول مالتها، بس كأكلة كشرح مفصل لهذا الشيء ما فاهمين. ابقوا وياي وراح أقول لكم أني شنو هاي الأكلات. شباب اللي ما يعرفني يا كابتن أحمد، واللي عنده أي سؤال راح أخليه له حاليا الانستغرام مالتي، يقدر من خلاله يتواصل وياي. ولا تنسون تشتركون بقناتي، واللي حاب الفيديو يسوي له مشاركه. اول شيء الحليب ومشتقاته الخاليه الدسم. خاليه الدسم يعني الشركه مصنعتها اضافت لها مواد اكثر على مود الناس تستطعم بمذاقها، وضافت لها نوع من انواع السكريات اللي هو ما يفيدنا احنا اثناء الرجيم، ونزعت من عندها الدهون. مستحيل راح يفوت الحليب بالجسم ويقدر يتفرط ونستفاد من فيتامينات اللي كنا نعرفها A والD والK والE وبي فوسفور وبي كالسيوم. مستحيل هاي المواد يقدر يفرطها الجسم إذا ماكو دهون هي اللي تساعد على فرط هاي المواد. وبشكل عام الحليب يعتبر من الحمضيات، وعموما الحمضيات ما تساعدنا بنقصان الوزن. ثانيا الخبز أو العيش الأسمر. بداية الرجيم مالتنا نقدر ندخله، بس بعدين لازم نغير بمصدر الكربوهيدرات اللي ناخذ من عنده. ليش لازم نغير؟ على مود الجسم لا يتعود على مصدر كربوهيدرات واحد، وراح يسبب لنا خمول بعملية التمثيل الغذائي، وراح يسبب لنا ايضا تراكم الدهون بمنطقة البطن، وهذا راح يسبب لنا انخفاض مستويات الطاقة. ثالثا اكثر الناس راح تتوجه الى المنتوجات والمعلبات اللي مكتوب عليها خالية الدسم. خالية الدسم نرجع للنقطة الأولى، يعني الشركة ضافت لها مطيبات على ما نقدر احنا نستقبلهن. المطيبات أغلبيتهن يتكون من شغلات أساسيات اثنين، اللي هي الأملاح الصوديوم والسكريات. السكريات هو يعتبر من العناصر الحامضية اللي تساعد بتمسك الوزن وما تخلينا نفتقده، والصوديوم والأملاح اللي هي تسبب لنا انتفاخ وتسبب لنا زيادة بالوزن. رابعا السلطات، من الأطعمة المفيدة جدا لنظامنا الغذائي مال دايت، بس لازم قبل أن ناكلها نتأكد من خلوها من الدهون الثلاثية وخلوها من الأملاح. أغلب المطاعم اللي ندز من عندهم سلطات راح يخلونا أي نوع من الدهون أي نوع من الأملاح، احنا هذا الشيء ما يفيدنا نهائيا، ولازم نتأكد أنه الزلاطة اللي دا ناكلها احنا تكون طازجة، يعني صايرة بالجديد، لأنه أغلب المطاعم من يسووها راح يسوون بكميات كبيرة راح يعوفوها بالثلاجة، وما راح تنعاف بالثلاجة راح تفقد قيمتها الغذائية. خامسا الفواكه المجففة. احنا ماشيين على نظام غذائي صحيح ودايت، من المفروض نبتعد نهائيا عن الفواكه المجففة. 90% من عندها خالي لها سكريات على مود يحافظون على طعمها، يعني مو نبتعد عن الفواكه بفترة الدايت مالتنا، لأنه هي مهمة جدا على مود نستفاد من فيتاميناتها. الفواكه اللي لازم ادخلها فترة الدايت مالتي التفاح الاخضر، البرتقال، الكيوي، واللي احاول قدر الامكان ابتعد من عندها اللي هي المانجا والعنب. وبنهاية هذا الفيديو اللي استفاد من المعلومات اللي موجودة بداخله، اتمنى تسوون مشاركة وتسوون لنا لايك. مع السلامة.